ارتفعت أسعار النفط مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يوليو من العام الماضي وسط دعم من تقارير تشير إلى تناقض وتناقص في مخزونات الخام العالمية، وأنهت عقود خام القياس العالمي مسيج برنت لأقرب استحقاق لجلسة التداول مرتفعة 56 سنتا أو 0.7% لتبلغ عند التسوية 72 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب بلغت حوالي 5 دولارات أو 8%. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.4% لتغلق عند 67 دولار للبرميل. وللمزيد من التفاصيل حول أسعار النفط العالمية ينضم معنا هاتفيا المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان. مساء الخير دكتور. بداية أسواق النفط تشهد عدة عوامل، منها التوترات السياسية ونمو العرض والطلب، كذلك التمسك باتفاق خفض الإنتاج لدول الأوبك. كيف ترى هذه الانعكاسات مجتمعة على أسعار النفط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أبارك للمملكة العربية السعودية والدول البترولية الأخرى وصول أسعار البترول إلى هذه المستويات. ثانيا، هنالك مجموعة من العوامل التي تتفاعل لترفع أسعار النفط إلى هذه المستويات فوق مستوى 70 دولار، بعضها دائم وبعضها غير مستدام. بمعنى أن العامل الرئيسي الذي أخذ بأسعار النفط إلى مستويات أعلى من 70 دولار خلال الأسبوع الماضي كان التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد التهديد والضربة التي ظهرت اليوم بالنسبة لسوريا من قبل دول أمريكا وفرنسا وبريطانيا. لكن هذا العامل غير مستدام، بمعنى آخر هذه الدول الثلاثة الغربية ذكرت بأنها قد تكون الضربة الأخيرة وأنها قد لقنت نظام الأسد الدرس المطلوب، فبالتالي مع هدوء العوامل الجيوسياسية قد نشهد انحسار في الارتفاع في أسعار النفط وإن استمرت لأسبوع. لكن النقاط الأساسية التي نحن بصددها هي أنه في الظروف العادية مع ارتفاع المخزون الأمريكي 3.3 مليون برميل يوميا وأيضا ارتفاع عدد الحفارات إلى أعلى من 810 حفارة، لولا الظروف السياسية لانخفضت أسعار النفط. فالظروف السياسية أدت إلى الارتفاع بغض النظر عن العوامل الأساسية. جيد، لكن دكتور برأيك يعني وفقا لما ذكرت من الانعكاسات والتداعيات، هل سيتم إعادة النظر من جديد في خفض إنتاج النفط بشكل عام للحفاظ على فاعلية تأثيره في سوق النفط؟ هنالك حديث بين المنتجين، روسيا والمملكة وغيرها من منتجين النفط، في إحداث أو إيجاد صيغة تعاون طويل الأمد بين هذه الدول في محاولة لضبط سوق النفط وتخفيف التقلبات الشديدة التي تشهدها سوق النفط. لكن هذه الصيغة وهذه الاستراتيجية طويلة الأمد لم يتم التفاوض عليها بعد، بمعنى آخر أنه في اجتماع يونيو القادم سيتم التقرير ماذا ستكون تفاصيل هذه الاستراتيجية. لكن اتفاق أوبك مستمر معنا إلى نهاية هذا العام، بالتالي لا خوف علينا في هذا المجال. لكن العوامل الأخرى بتسحب، يعني بمعنى آخر النفط الصخري يزداد إنتاجه بشكل كبير، فكثير من الإنتاج من خارج الأوبك قد بدأ يحيد التخفيض الذي أجرته الأوبك منذ سنتين. نعم، أيضا الرهان على أسعار النفط أيضا يتوافق مع الاتفاق مع المبدأ التي اتفقت عليه دول أوبك مجتمعة إلى نهاية هذا العام. الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معي هاتفيا من جدة. وفي أسعار النفط صعدت أسعار الذهب.